إلى حديقة الحيوان بالجيزة، ولكن هذه المرة حاول التغيير والذهاب إلى أفريكانو طلبة. هذا هو الاسم الذي أطلقه صلاح طلبة، والذي أقام حديقة حيوان صغيرة قرب منزله على مشارف القاهرة الكبرى. تضم أفريكانو طلبة حيوانات برية، بينها قرود وذئاب وقطط برية وزواحف. ويقول طلبة إنه بدأ مشروعه قبل نحو 4 سنوات سيرا على خطى عائلته التي تعمل في جمع الحيوانات البرية. أنا عامل حديقة حيوان صغيرة على 1500 متر حضرتك، بحاول أوصل لأكترية الشعب المصري وبعض الدول العربية والأوروبية إن إحنا ناس بنحترم تربية الحيوان وبنربيه صح، ما بنهنوش. وجمع طلبة مجموعة كبيرة من الزواحف والثعابين على مر السنين، وبعض هذه الثعابين سامة، ويصطاد طلبة الثعابين من الصحراء باقتفاء أثرها، ومن أثرها على الرمل يعرف نوعها وما إذا كانت سامة أم لا. وأوضح طلبة أن حديقته تجذب مئات الزوار شهريا، وقام بتوسيع حديقته وتطويرها، وأضاف لها أقفاصا للطيور وحظائر للحيوانات والزواحف، كما أنه بدأ يصدر بعض الزواحف لدول أخرى لاستخدامها في أغراض بحثية. في بعض الدول اللي حضرتك بتعمل معنا في استيراد الزواحف والحيوانات المصرية، اللي هي أنواع الليزرد، أنواع البراس، أنواع السحالي، أنواع التعبين، بيعملوا على أبحاث عندهم عشان جودة الدموية بتاع الحيوان أو الزاحف المصري، بيسموه ذات الدم الحامي. وتبلغ قيمة تذكرة زيارة أفريكانو طلبة حوالي 5 جنيهات مصرية، وتتاح للأطفال خلال الزيارة فرصة إطعام الحيوانات والتعامل معها. في محاولة لتشجيع التفكير المبدع في مجال التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، وكالة ناسا للفضاء نظمت مسابقة دولية للغواصات الآلية، شاركت فيها عدد من الفرق اللي تابعة لدول مختلفة. استطاعت فرق مصرية، 5 فرق مصرية تحديدا وفريقان سعوديان، ان هم يتأهلوا للمرحلة النهائية لهذه المسابقة واللي حتقام نهاية شهر يونيو القادم. الحقيقة في الفترة القليلة الماضية يعني مجموعة من الأخبار عن المشاركات العلمية لشباب مصري أو فرق مصرية في أكتر من حاجة أو في أكتر من مكان، منها هذه المسابقة اللي بتعقد للعام الخامس على التوالي بنجاح كبير في مجال تكنولوجيا الروبوتات البحرية. الشباب المصري استطاعوا في الأعوام الماضية أن هم يثبتوا للعالم أجمع أن مصر لديها قدرات وخبرات وشباب على كفاءة ودرجات علمية وتكنولوجية عالية وقادرين على المنافسة في هذه المجالات. للمهتمين بالاقتناء الأشياء الثمينة والألماس تحديدا، تم العثور على أكبر ثاني ماسة غير مصقولة في العالم. هذه الماسة أطلق عليها اسم ليسي دي لارونا، وبيطلق على هذا الاكتشاف أنه اكتشاف العمر. هيعملوا بيها إيه دي؟ مش عارفة. الماسة وزنها 1109 قراريط، ومن المنتظر انها تحطم السعر القياسي في مزاد غير مسبوق. ايضا ترى سعرها هيكون كام؟ ده قياسي اكيد. يا ترى مين الشخصيه الغير مسبوقه اللي هتشتري بهذه الماسه؟ تعالوا نتفرج على ليسي دي لارونا. عمرها 3 مليارات عام، وفي حجم كره التنس، وهي الاكبر من نوعها التي يعثر عليها خلال قرن. انها الماسه ليسي دي لارونا، والتي أعلنت إحدى دار المزادات عن بيعها، ومن المنتظر أن تجلب ما يزيد على $1,000,000. اكتشفت الماسة في نوفمبر الماضي في بوتسوانا في منجم مملوك لإحدى المؤسسات الكندية للتنقيب عن الأحجار الكريمة. وتزن الماسة الأقدم حوالي 1109 قراريط، لتكون بذلك ثاني أكبر ماسة غير مصقولة مكتشفة حتى الآن، ويعني اسمها ضوء أنا باللغة البوتسوانية المستخدمة في جنوب القارة الإفريقية. وقالت دار المزادات إن الماسة غير المصقولة الشفافة بشكل استثنائي قد تنتج عنها أكبر ماسة مصقولة. ووصف ديفيد بينيت رئيس قسم المجوهرات في ساوث بي، وصف الاكتشاف بأنه اكتشاف العمر، ووصف المزاد عليها بأنه غير مسبوق.
كانت أكبر ماسة مكتشفة هي الماسة كولينان البالغ وزنها 3106 قراريط، وكشف النقاب عنها في جنوب إفريقيا عام 1905، وقد قطعت إلى 9 أجزاء شكلت جزءا من التاج البريطاني. وقد تحطم لسيدي لارونا السعر القياسي لبيع ماسة والبالغ 48.5 مليون دولار، والذي دفع في مزاد في جنيف العام الماضي لشراء ماسة القمر الأزرق والتي تزن 12.3 قيراط. تعودنا كتير نسمع عن مسابقات بين الحيوانات، ممكن بين الحصنة، ممكن الجمال، ممكن أيضا الكلاب، لكن المرة دي الصين المعروفة باختلافها في مجالات كتير دخلت مجال جديد للتنافس بين الحيوانات، المرة دي بين الحمير. الصين، جمهورية الصين الشعبية تحديدا مدينة شينغ يانغ، أطلقت مسابقة للحمير شارك فيها أكتر من 70 حمار. الخبراء بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا إن الحمار، إن الحصان بيتميز عن الحمار، مش بالسرعة، استنوا ما تستعجلوش، بيتميز الحصان بإنه أكثر طاعة من الحمار، عشان كده بيقولوا إن في حلبة المسابقة بعد وقت قصير جدا الحمير تفرقوا وما قدروش يسيطروا عليهم، إلا إن أيضا جانب إن طاقتهم في عملية السباق كانت قليلة للغاية. حقيقة ان الحمار يعني حيوان مكافح زي ما بنشوف دايما، والمسابقة مقامة كنوع من انواع التسلية والتجديد وكسر الملل والروتين مش اكتر ولا اقل. الكوارث الطبيعية في مناطق في العالم بنسمع عنها كتير قوي، تحديدا المرة دي في مدينة فورت ماكموري في مقاطعة ألبرتا الكندية اندلعت حرائق خرجت عن السيطرة في منطقة الغابات هناك، وانتشرت الحرائق على مساحة 10,000 ميل مربع في يوم واحد فقط. الحادث ده بيعتبر أكبر حادث تم فيه عملية إخلاء بسبب حرائق الغابات في تاريخ هذه المقاطعة، والتقارير قالت أن الأجواء الحارة والجافة أسهمت في اندلاع الحريق، بينما ساهمت الرياح وسرعتها في انتشاره، مشيرة إلى أن الجيش الكندي بينتظر طلب للمساعدة في مكافحة الحريق المستمر. ومشاهدينا في من خلال متابعتنا لأوضاع الطقس هذه الأيام تنضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتورة أمل حنفي رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات. صباح الخير يا فندم. أنا صباح النور. عايزين حضرتك تقول لنا أخبار الطقس إيه النهاردة ومتوقع ليه إيه بكرة كمان، حاسين بحالة انخفاض أو ارتفاع عفوا في درجات الحرارة وجو حار هذه الأيام؟ بعد التحسن طبعا اللي شعرنا بيه جميعا في الأحوال الجوية منذ الأمس بعد الموجة الحارة اللي تعرضنا لها، نتوقع أن يستمر هذا الطقس حتى منتصف الأسبوع القادم. والفرصة مهيئة للقضاء طبعا عطلة نهاية الأسبوع في جميع الأماكن وحتى على الشواطئ، لكن نقدر نوصف طقس اليوم بأنه طقس لطيف على السواحل الغربية وبيكون معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ومائل للحرارة على الوجه البحري القاهرة وبيصل حتى شمال الصعيد، لكنه بيكون حار على جنوب الصعيد نهارا ونظل ما بين مائل البرودة وبارد ليلا على كافة الأنحاء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، والرياح معتدلة وبتنشط على أقصى جنوب البلاد وبتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على الوجه على البحر الأحمر وخليج السويس. دكتورة أمل، يعني بقالنا أكثر من 3 أيام بنشعر بأن في ذرات تراب عالقة في الجو وأن في أتربة بشكل ما كثيف لكنها مش واضحة، الحالة دي هتستمر لفترة طويلة وهل هي متعلقة بطبيعة التقلبات اللي بنتعرض لها عادة في هذه فترة الربيع؟ إن شاء الله النهاردة مفيش شوائب العالقة اللي حضرتك بتقولي عليها، والجو مستقر جدا لغاية منتصف الأسبوع. إذا كان بيبقى فيه نشاط رياح دي طبعا سمة فصل الربيع الخمسين، ونشاط الرياح فيه بيكون أزيد من أي فصول السنة الأخرى، لكن إن شاء الله على مدار الأربع خمس أيام القادمين إن شاء الله مش هنشعر بهذه الظاهرة. طب درجات الحرارة المتوقعة قد إيه تقريبا يا دكتور؟ بالنسبة لدرجات الحرارة
على السواحل الشمالية الغربية العظمى 24 والصغرى 16، السواحل الشمالية الشرقية متوقع لها 27 والصغرى 16، الوجه البحري والقاهرة 30 والصغرى 17، سينا 33 والصغرى 19، شمال الصعيد 33 والصغرى 18، جنوب الصعيد 37 والصغرى 27. شكرا جزيلا دكتورة أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات. أجهزة الروبوت قادمة، دي رسالة تحذير وربما تخوف مما قد يحدث في الفترة القادمة، تخوف أنه أجهزة الروبوت تحل محل الإنسان في كثير من المجالات وفي كثير من الوظائف اللي كان معروف طبعا أنه العنصر البشري هو العنصر الأساسي فيها. عدد كبير من الأشخاص الأكثر ثراء وذكاء ونفوذا اجتمعوا الأسبوع الماضي لمناقشة هذه الرسالة، إلى أي مدى يمكن أن يدخل الروبوت إلى عالم الإنسان وإلى المجالات المختلفة التي كان الإنسان هو العامل الرئيسي فيها؟ الحقيقة هي التشغيل الآلي أو الروبوت أو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بيعني جودة عالية وأخطاء أقل، لكنها في كثير من الأحوال بتؤدي لخفض العمالة. فإزاي هنصل إلى حسبة دقيقة في المستقبل تضمن هذه الجودة في الأداء لكن مع الحفاظ على العمالة الإنسانية؟ من سنة كده قريت خبر عن أنه هيتم أن الصين صنعت روبوت قادر على قراءة نشرة الأخبار، فأرجو أن احنا نستمر في عملنا. صحيح مواء، علشان كده يعني زي ما قال الخبر انه اكثر رجال العالم نفوذا وثراء وذكاء هم اللي كان عندهم التخوف ده، وده معناه انه ده ممكن يحصل فعلا في الفتره القادمه لانه التكلفه قليله ونسبه الخطا ضعيفه زي ما انت قلتي، فممكن يكون ده الحل الاسلم. فهنشوف على العموم. باحثون في دول العالم المختلفة لقوا أن حطام السفينة إنديفر، السفينة البريطانية اللي استخدمها القبطان جيمس كوك المستكشف اللي عاش في القرن 18 واستخدمها للإبحار في مجاهل المحيط الهادي، قد يكون مغمورا تحت المياه في ميناء نيوبورت بولاية رود آيلاند الأمريكية. علماء الأثار البحرية قالوا أنهم متأكدين بنسبة 80% على الأقل من أن الحطام اللي عثر عليه في الميناء بيضم بقايا سفينة تاريخية ذات الصواري الثلاثة، إلى جانب حطام 13 سفينة أغرقهم البريطانيون عمدا في عام 1778 خلال حرب الاستقلال الأمريكية. وجيمس كوك كان قد أبحر بالسفينة إنديفر البالغ طولها 32 متر مع طاقم من 94 فرد في رحلات استكشافية في المحيط الهادي في فترة ما بين عام 1768 و1771، وكانت المرة الأولى اللي بيصل فيها المستكشف الغربي لنيوزيلندا والحاجز المرجاني العظيم في أستراليا. وفي نسخة مقلدة من السفينة إنديفر في المتحف البحري الوطني بمدينة سيدني الأسترالية. كل يوم بيكتشف العلماء فايدة جديدة لممارسة اليوغا. اليوغا طبعا ليها أوضاع مختلفة وليها فوائد مختلفة، كل يوم زي ما قلنا بيكون في تركيز على فايدة صحية جديدة لممارسة هذه التمرينات. الجديد أنه العلماء قالوا أنها بتساعد على تخفيف أعراض الربو وبتساعد الأشخاص على ممارسة حياتهم بشكل أفضل، لأن هي بيتم فيها اتخاذ أوضاع معينة بتسهل عملية التنفس لدى الإنسان. هي من المفترض أن هي فيها نسبة عالية جدا من السكون والتأمل اللي بيمنح أجهزة الجسم فرصة أنها تعمل بشكل منتظم وهادئ بدون أي تدخل من أي مؤثر خارجي، وده بيساعد عملية الانتظام دي بتساعد عملية التنفس على أنه يكون بشكل جيد جدا، وبالتالي بيؤهل الجسد أنه يستوعب أكبر كم من الأكسجين الجيد.